بيحصل اكتئاب بعد الجواز رغم انه كان على حب؟ يعني مشاكل الزوجية والحالة المادية معنى أصح. طباع الزوجة لو الزوج اتصدم فيها ده يجيب له اكتئاب؟ الرجالة حصل لها يعني حالة كره للحياة. هو بس ضغوط الحياة مش مديه للناس فرصة ان هم يتعايشوا كويس، مش اكتر من كده. يعني انت بتتخيل مثلا، بتتوسم في الست اللي معاك، اي راجل فينا بيتخيل ان الست معاها تبقى مطيعة مثلا، فيصطدم ان هي صدامية وبتتخانق معاه وبتعارضه الرأي كتير وممكن يبقى فيه صوت عالي. لو حصل اكتئاب بعد الجواز ايه افضل حل ليه؟ الحل ان هما طبعا يقعدوا مع بعض ويتكلموا، كل واحد يقول ايه المشكلة اللي عنده وهو بيحس بايه، فاكيد هيوصلوا لنقطة ويتفقوا هما الاتنين على حل. لا هو بقى يعني الموضوع دخل في الجد، ففي مسؤولية، وحتى لو ما فيش ابناء بس الموضوع فيه مسؤولية. يعني مش بتاخد القرار على طول، انت لازم تحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة، انت فاهمني؟ بس لو ما فيش امل خلاص يبقى لازم انفصال. افضل حل انهم يتفاهموا مع بعض، يتكلموا مع بعض، يتحاوروا مع بعض، كل واحد يعرف التاني اكتر، ياخد ويدي مع بعض اكتر. مين بيكتئب بعد الجواز اسرع، الراجل ولا الست؟ الست مثلا معلش احنا كازواج بنفرض على الزوجه حاجات، طبعا هي بتبقى جايه من مثلا بيئه مختلفه، بتبقى عايشه مع ابوها وعيلتها، فبتيجي مثلا لزوج الله اعلم هو كانت نيته ايه عشان يتجوز، تمام، فيحبسها بقى، ما خلاش تخرج، ما خلاش تشتغل، فاكيد هي بتكتئب اكتر، هو بيطلع للشارع وبيشوف. لا الست لان بعد الجواز ممكن تخلف وتحمل وتخلف، فبتكتئب من الاسلوب والطريقه والتعامل، والراجل طبعا ما بيبقاش مرتاح نفسيا لما البيبي بيعيط، بيبقى تعبان متضايق كده، جاي تعبان من الشغل ويزعق يتعصب كده. ممكن الست. السيدات او النساء بيبقى عندها تحمل نفسي اكتر من الرجاله. الست هي اللي بتبقى عليها عوامل كتير جدا، الراجل بيطلع يشتغل بيجي اخر اليوم، يعني الاكل والشرب والكلام ده كله وشقته بتبقى جاهزه، لكن الست بتبقى برغم كده عليها عوامل كتير، بتنزل بتشتغل بترجع تعمل اكلها وبتعمل شربها وبتعمل بيتها وده كله، وغير كده كمان ما بتلاقيش كلمه كويسه، فاكيد هي اللي بتكتئب اكتر.